مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انطلقت فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة على مدار يومين، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. حضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية والمصريين بالخارج. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في خلق مناخ جاذب للاستثمار والصناعة، وهو ما ظهر من خلال أرقام كافة المؤسسات الدولية المتخصصة. الدولة المصرية استثمرت، وهذه الاستثمارات بمنتهى الأمانة لم يكن يعني أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر أنه يعملها. فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنية الأساسية اللي تخلينا النهاردة وإحنا قاعدين بنتكلم إحنا ممكن نعمل كذا. قادرين نعمل كذا، عندنا الطاقة الكهربية اللي تمكننا من ذلك، عندنا الشبكة اللي موجودة، عندنا أراضي صناعة مرفقة، وعندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب أي مستثمر كبير أو صغير إنه يدخل ويطلب إن هو يشتغل، عندنا هذه الأماكن الجاهزة. كان لازم نتحرك في تهيئة مناخ الأعمال، وكان عندنا مجموعة من التشريعات اللي ذكرت إن كانت لازم تتعمل لها يا إما تشريعات جديدة أو تشريعات يتم تعديلها. وهذا هو اللي قمنا بيه، مجموعة تشريعات زي قانون الاستثمار، المناطق الصناعية، التراخيص الصناعية، المناطق الاقتصادية، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حماية المنافسة بقت موجودة عندي، حتى لو أنا عايز أعدل عليها بس على الأقل بقت عندي القاعدة التشريعية لتمكنني من الانطلاق. وشارك النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب في جلسة تحت عنوان شركاء النجاح أفاق الاستثمار الصناعي في مصر، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي. تجربة مصر عبر الست سنوات الماضية تجربة جديرة، إن احنا نقف ونشوف مصر فيها قدرت تعمل إيه. احنا بعد ثورة 30/6 ما كانش فيه عندنا هنا يعني اقتصاد، كان حقيقة اقتصاد منهك جدا، وكانت الموارد بتاعتنا منهكة جدا، وكان فيه الحقيقة استثمارات يعني الجو المناخ العام كان طارد الاستثمار كله. لكن قدرنا في 6 سنوات نحقق ما يمكن تحقيقه في أكثر من 20 سنة. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأن كانت النقطة الأولى في حديث السيد الرئيس إنه زي يرسم الفيجن، how to draw our vision، Egyptian vision. ليه الحتة دي؟ لأنه لما بس ترسم رؤى مستقبل وتقول أنا بخطط أكون دولة صناعية متقدمة وخطواتي هتمشي بالتدرج ده، واستراتيجية التنفيذ هي 1 2 3، ومن الرؤى والاستراتيجية وتشوف البروجرامز اللي بتحصل ايه وتتابع اللي بيحصل ايه كل مع العالم كله في يعني مناقشة مفتوحة قدام العالم، تقدر تعرف ان كانت هناك ادارة وارادة. وهنا التحدي الحقيقي، افريقيا النهاردة محدش عارف الفيجن بتاعها فين، وما فيش حد من كل المؤسسات الماليه ولا حتى الاتحاد الافريقي ولا حتى الدول القاده اللي موجودين قدروا يرسموا رؤى مستقبل افريقيا في التعاون الاقليمي او التعاون الافريقي الافريقي او التعاون الافريقي مع دول الجوار سواء كانت شرق اوسط او اوروبا او امريكا. الحقيقه ده مربط الفرس النهارده. كل هذه المشروعات والمبادرات والجهود المبذوله من قبل الهيئه نسعى من خلالها لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية، خاصة أن هذا المجال هو أحد القطاعات المستهدفة للهيئة تبع لاستراتيجية الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، وكذلك تزامنا مع استضافة مصر قمة تغيير المناخ في نوفمبر المقبل، فضلا أن هذه الصناعات ترتكز على توافر مقومات تمتلكها المنطقة الاقتصادية، وخاصة تلك التي تتمتع بها منطقتي السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين، حيث ملاصقة الميناء للمناطق الصناعية واللوجستية مما يسهل من عملية تموين السفن وأغراض التصدير للأسواق الخارجية. وشهدت الجلسة توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة H2 Industrials الألمانية لإنشاء مشروع لصناعات الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة.
سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تأتي في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. مثل المؤتمر أنه هو جمع أبناء مصر المغتربين مع رجال الصناعة في مصر ورجال الحكومة ومتخذ القرار لعمل بلورة مشتركة وتبادل الأفكار والأراء عن إزاي نتعاون مع بعض لخدمة بلدنا مصر في مجال توطين الصناعة، ليس فقط نقل التكنولوجيا ولكن توطين الصناعة وخلق الكوادر المدربة القادرة على العمل في الصناعات المتقدمة. الجيل الخامس من الصناعة هيركز أساسا على سوسايتي فايف، أو المجتمع، والمجتمع يعني الإنسان، والإنسان يعني الهيومن هيلث أو صحة الإنسان ورفاهيته، ودي هيدخل فيها مجال الصناعات الطبية بغزارة شديدة جدا جدا. فكرة ان انت اقليميا مفيش تقريبا حد يعني متفوق على مصر في الانفراستراكشر على قدرة انتاج اللقاحات، هو احنا ما زلنا حتى في بداية هذا الموضوع. جايز يعني حدوث وباء كورونا لو كان ليه فايدة، فانه فعلا زق او يعني سرع من الاتجاه في هذا النوع من انواع الصناعة. المؤتمر والذي بلغ عدد جلساته 12 جلسة ناقش مختلف محاور الصناعة، وعلى رأسها مناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر تحقيق التنمية المستدامة، وربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة. بعد النجاح الذي تحقق خلال النسخ الخمس الماضية من مؤتمر مصر تستطيع، اختار صناع المؤتمر في نسخته السادسة الصناعة كمحور رئيس في ظل التحديات الضخمة لكل دول العالم والحاجة الماسة إلى تعظيم التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير الصناعي. أحمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي.